ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الاسد، هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يونيو العام 2022. مبدئيا برج الاسد، احنا عندنا خلال الاسبوع ما زالت الشمس موجوده ببرج الجوزاء الى ان يوم 21 بتبقى موجوده ببرج السرطان. يعني هنخلي بالنا كويس قوي خلال يوم 21 ويوم 22 الى ان عندنا عامل مساند جدا خلال اليومين دول، يوم 21 و22. المهم تعالوا اقول لكم كده تاثيرات الكواكب، وفي نفس الوقت هوضح لكم شكل الايام الافضل والايام الضاغطه علينا. برج الاسد، مبدئيا احنا عندنا خلال الفتره دي الوضع المهني او عطارد هيبقى موجود ببرج الجوزاء، ده المنزل ال11. كمان الكوكب الزهره موجود لسه ببرج الثور، وده هيفضل معاك لحد يوم 22، يعني طيلة الاسبوع الثالث. طبعا انت مدعوم كتير من كوكب المشتري، مدعوم كتير من المريخ جدا. طب خلينا كده برج الاسد نتكلم على طاقات الايام، ايه الايام الافضل وايه الايام اللي مش افضل بالنسبة لنا. الايام اللي هي مش افضل بالنسبة لنا، مش احسن حاجة يعني، هو يوم 15 ويوم 16 بالنسبة لك القمر هيبقى موجود ببرج الجدي. هنا هنخلي بالنا شوية على الوضع الصحي، الناس اللي بتعاني من مشاكل صحية حاولوا كتير الابتعاد عن المجهود الزائد، حاولوا كتير ان انتوا تبتعدوا عن العصبية، تبتعدوا عن المشاكل، تبتعدوا عن اثارة النفس لوضع سلبي. لازم اخلي بالي كويس قوي قوي من المجازفة بصحتي. فاذا دول يومين مهمين كتير اخلي بالي منهم من النطاق ده بس. يعني العلاقات المتوترة عندكم، خلي بالكم كتير ان انتوا تتسرعوا بقرار وتفكروا ان القرار ده هو الامثل او هو الافضل، ويبدأ في الاخر تحسوا بيه ان ما كانش ينفع اتخذ هذا القرار. الايام الحلوة او الايام المميزة بالنسبة لكم يوم 17 18 عندك كتير دعم علاقات، امور جيدة جدا بتقابلها في امورك الحياتية او وضعك الحياة، اشخاص بيدعموك بالفعل، بيقفوا معاك، بيساندوك في مشكلة معينة او ضغط انت مريت بيه طيب او بتمر بيه. طيب بالنسبة لي يوم 21 ويوم 22، احنا قلنا ان الشمس هتبقى موجودة ببرج السرطان وده المنزل ال 12، يعني بنبدأ من يوم 21 نقول يا ساتر في عداوة، اشخاص خبثة، في بعض الخلافات والاختلافات، الى ان القمر يبقى موجود ببرج الحمل المنزل التاسع بالنسبة لنا. طب ايه المعنى ده او الوجه الامر ده بالنسبة لنا؟ ان انت هتبقى خلال اليومين دول هيبقى عندك حذر في نقطة معينة المتعلقة باعدائك. حاول ان لا تثير اعدائك بامور سلبية، حاول انك تبتعد عن انك انت تدخل في مشاكل او امور جدلية عشان ما تضيعش اليومين ان المفروض يكونوا حلوين، اللي المفروض يكونوا ايجابيين. اليومين حاول كتير ان انت تقدم على خطوات ايجابية، تعمل بدايات لنفسك جدا، تحاول ان انت لو عايز تقدم على وظيفة، حاول كتير ان انت لو عايز ان انت تقدم على شيء او تتخذ خطوة معينة بالنسبة لك اليوم هيبقى رائع كتير وايجابي جدا اللي هو يوم 21 و22. لكن زي ما قلت لك خلي بالكم كتير من اثارة العداءات والخلافات والمناقشات اللي فيها عصبية او حدية، حاول كتير ما تردش على اشخاص مستفزين قدر الامكان خلال اليومين دول. فاذا يومين حلوين في نطاق معين، لكن هخلي بالي من نقطة معينة. طيب اما بالنسبة يا برج الاسد للوضع المهني عاطفي الخ كتوتة للاسبوع كله، بالنسبة لنا الوضع المهني احنا عندنا عروض مهنية، كتير من اصحاب برج الاسد عندهم ضغوط مهنية، بعض المشاكل المهنية، اختلافات مهنية، او ان ممكن يكون شغلنا واقف بعض الوقت، الا ان هيبقى في مساعي، في حركة بتحصل، في مشكلة مهنية بتبدأ تتصلح، في عروض مهنية من احد الاصدقاء، في ان انت لو مقدم على وظيفة هيكون في رد حلو كتير بالنسبة لك، اشخاص يدعموك كتير في الامر المهني، سواء انك بتخرج من مشكلة او تسترد حقوق بالنسبة لك. فاذا ده شكل الوضع المهني. الامور المالية عندك في حاجة متعلق او مال متعلق او معلق، يعني مال انت مش عارف تحصل عليه، مرتبك واقف، او في مشكلة ليها علاقة بيه، ازمة مسببة لك خصومات او خصم في الامر المهني، بالنسبة لك ده متواجد كتير يا برج الاسد، الى ان عندنا خروج من هذا المأزق. يعني في حد بيقف معاك بيدعمك في ان انت بتخرج من الازمة المالية دي، في حد بيدعمك في ان انت بتنطلق انطلاقة ايجابية، قادر كتير على تعويض، قادر كتير انك تفك الامر المعلق ده. الامور القانونية والقضائية هتبقى ماشية بحلول اللي هي الوسطية، يعني ان احنا نحاول نكون دبلوماسيين. الامور اللي فيها عافية، الخلافات اللي فيها عافية، فيها عصبية، مش هتتحل، خلي بالكم بل هتتعقد.
طيب اما بالنسبه يا برج الاسد للامر العاطفي او الوضع العاطفي، عندنا في قرارات مهمه كتير في الشأن العاطفي، بمعنى لازم اخلي بالي كويس قوي 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 يا برج الاسد من الامور او الوضع العاطفي، اني انا يبقى عندي قرار ان انا انهي العلاقة، او ان انا ابقى عندي فرض السيطرة على الحبيب، او اني اتحكم في شأنه او اموره الحياتية. خلي بالكم يا برج الاسد، لان هيكون عندك رد فعل ليه علاقة بهذا الامر، وده هيجعلك ان انت ممكن تخسر الحبيب، او ان انت تمر بمشاكل شوية مش الطف حاجة. وكمان حاجة تانية مهمة كتير، حاول الفصل ما بين المشاكل العائلية والمشاكل العاطفية، يعني اني انا ما بقاش عندي ان انا ان انا اعمل اللي هو مثلا ايه ازيد من خلافاتهم، او ان انا اجي في طرف ضد طرف. ما ينفعش تيجي مع الحبيب ضد الاهل، او مع الاهل ضد الحبيب. حاول كتير تكون حيادي، او لو كان في مشاكل كتير ما بينهم افصل بينهم احسن خلال الاسبوع ده بالذات. فاذا برج الاسد احنا محتاجين كتير في وضع العاطفي خلال هذا الاسبوع ان احنا نتجنب المشاكسات العاطفيه او الخلافات العاطفيه او الجمع ما بين الخلافات العاطفيه عائليه. طيب برج الاسد، حاولوا كتير ما تبقوش عندكم اسلوب الانتقاديه مع الحبيب، لان الحبيب ممكن ان هو لو قدامه طرف ثالث هيروح له اول حاجه. خلي بالك كتير، لان خلي بالك من الطرف الثالث كمان، يعني خلي بالك من قرارات الطرف الثالث خلال الفتره دي، لان هتحس ان انت بتشيل من الحبيب شويه، هتحس ان انت بتضغط عليه، فخلي بالكم كتير. تمام، خلي بالكم ان انتوا تغلطوا او تبعدوا عن الحبيب، او ان انتوا ما تدوش فرصه للحبيب، او ان انتوا تبقوا مسيطرين بالزياده. طيب برج الاسد كمان الامور العاطفيه المتعلقه بالناس المنفصلين، ان هيبقى عندك ان انت هتبقى بتفكر في الماضي وعايز كتير ترجع للماضي، بس الفكره كلها يا برج الاسد ان انت هيبقى عندك شويه يعني اللي هو كرامتي، يعني انا عايز ارجع بس مش عايز اخد الخطوه. عندك كرامتك عاليه جدا خلال الفتره دي. اصبر للاسبوع الرابع، هيكون في اشخاص بيحاولوا يتدخلوا لتعديل الامر العاطفي. تمام، بالنسبه للبدايات او الناس اللي هم مش مرتبطين، عندنا كتير علاقات صداقه تتحول لوضع عاطفي. ده بالنسبه للامور العاطفيه لاصحاب برج الاسد. برج الاسد الوضع العائلي، الامور العائليه بالنسبه لنا احنا عندنا هيكون في كتير ترابط، في كتير اتصال واتصالات ومواصلات جيده جدا جدا، يعني في وصال، يعني قريبين من بعض، يعني بنكلم احنا مع الاهل كتير، في اتصالات جيده، في ان احنا دعم حلو، حد احنا بندعمه هو بيدعمنا، ففي الاجواء دي كتير يا برج الاسد. في كتير تصالحات عائليه، في كتير اي نعم بعض الخلافات العائليه عاطفيه، او ممكن تكون انت عايز ترتبط بشخص ما الاهل رافضينه وده مأثر كتير عليك، ولكن حاول جدا جدا انك انت تتمتع بالدبلوماسيه، وانك انت يبقى عندك هدوء اكثر في انك تتكلم مع الاهل وتعرف وجهه نظرهم. احيانا بيبقى عندنا وجهات نظر، يعني بنشوف حاجه والاهل بيبقوا شايفين حاجه، فلما تسمع الاهل وجهه نظرهم ايه وتشوف فرصتهم ايه او تشوف وجهه نظرهم الحقيقيه ايه، هتبدا تكتشف الكتير. احيانا لما بنتسرع في بعض القرارات بتبقى غلط، يعني ها خلي بالكم. طيب لان احنا داخلين على فتره فيها امور عاطفيه كتير، فيها سرعه وتسرع، وبعد كده هيبقى فيها ندم، خلي بالكم. طيب برج الاسد، فاذا احنا عندنا في خلافات عاطفيه عائليه، ولكن حاول انك تتحلى بالدبلوماسيه وانك تتكلم مع الاهل جدا. الامور الصحيه، الوضع الصحي بالنسبه لاصحاب برج الاسد هو في بعض الضغوط الصحيه للناس المهمله، يعني في وضع صحي مش لطيف، بس الناس اللي بتعاني من مشكله صحيه ومهملين فيها فهيزداد الامر بالنسبه لهم حده. خلي بالكم كتير، لازم تكونوا اكثر حذر على الوضع الصحي يا برج الاسد. برج الاسد كمان انتوا بالنسبه لكم عندكم اشخاص هيدعموكم كتير، وصحبه جيده ما بينك وما بين حد، يعني عندك كمان اشخاص انت هتتعرف عليهم، هتتعامل معاهم من جديد، اشخاص انت كنت متخاصم معاهم بترجع علاقتك تبقى وطيده بيهم مره ثانيه، عندك ناس جديده في حياتك، وده يحسسك بعدم الوحده، ده يحسسك ان انت في الفه ما بينك وما بين اشخاص. برج الاسد شعورك شعور جيد جدا جدا خلال الاسبوع ده، برغم ان في بعض الامور الضاغطه، بس حاول على قد ما تقدر ان انت تستغل هذا الاسبوع قبل دخول الشمس بيه برج السرطان. حتى كمان الشمس لما تدخل برج السرطان من يوم 21 مش هتحس بالضغط والصعوبه بشكل كتير قوي، بل بالعكس هتحس ان الدنيا لسه فيها مرونه. فحاول كتير استغلال الاسبوع ده في الامور المهنيه، في التصالحات، في ان انت
تقدم على علاقات جديدة، انك تقدم على وظيفة، ان انت تحاول تلقي بعروض او ان انت تدور على العروض. يعني لما يبقى عندك مثلا وضع مهني او فرصة مهنية حاول انك تروح عليها، حاول ان انت اللي تتحرك وتسعى اكتر. في كل مراحل سعيك هتلاقي ايجابيات كتيرة بتقبل او بتيجي عليك بمعنى اصح. فاذا خلي بالكم كتير، انتوا محتاج منكم سعي شكله كتير قوي خلال الاسبوع الثالث. عامه انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.